ايه دكتور؟ خير؟ فات الحمد لله والخطر زال. يا من انت كريم يا رب، يا من انت كريم. احنا ممكن ندخل نشوفها دلوقتي يا دكتور؟ ممكن، بس في مشكله. مشكله ايه؟ مشكله ايه يا دكتور؟ في ايه؟ بنتكم للاسف مش هتقدر تمشي على رجليها تاني. يعني ايه بنتي؟ بس يعني ايه بنتي؟ بس اسكتي خالص. الاصابه جت في العمود الفقري ومحتاجه عمليه دقيقه جدا، ودي ما بتتعملش هنا. امال فين يا دكتور؟ في لندن، هناك عندهم اجهزه حديثه ممكن تساعد بنتك ان ترجع تمشي على رجليها تاني لو الحاله امكن علاجها. لو الحاله امكن علاجها؟ يعني الحاله ممكن ما تتعالجش يا دكتور؟ احتمال، والشفاء من عند ربنا. يا حبيبتي يا بنتي. بس يا حبيبتي. خلاص يا دكتور. طب راسلهم، راسلهم، انا مستعد اسفرها بكره الصبح. بس العمليه دي مكلفه شويه. مكلفه قد ايه يعني؟ حوالي 100,000 دولار، يعني بالمصري تقريبا 600,000 جنيه. 600,000 جنيه؟ ده على اقل تقدير. ماشي ماشي يا دكتور، انا هحاول اتصرف. هبيع شقتي وعربيتي وهدومي وكل حاجة، بس هي تمشي. هي تمشي يا دكتور. عادي يا سيدي، عادي يا سيدي. انتي السبب. منك لله يا حبيبي. اشوف فيكي يوم يا شيخه. قول من وشي.